احنا بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، احنا النهاردة بنتكلم على الدرس الثالث اللي هو مصر منذ عصر الفاطميين. الأول الفاطميين كانت ليهم دولة كبيرة جدا، والفاطميين كانوا بيمتد شكل اللون الأصفر ده بيورينا الدولة الفاطمية اللي كانت حدودها من الشمال اللي هو الغربي لغاية مصر. كل المنطقة دهيت في شمال إفريقيا كانت تابعة للدولة الفاطمية. احنا عارفين ان كان في صراع كبير جدا بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية، وده كان السبب في بعض تدهور حالة مصر في العصر الدولة الإخشيدية. بعد وفاة محمد ابن طغش الإخشيدي بدأت الدولة الفاطمية ترسل حملات. الحملات ده هي كانت ثلاث حملات فاطمية، وكانت هذه الحملات علشان الاستئثار بمصر والتخلص من الدولة الفاطمية أو الخلافة الفاطمية. دايما كانوا عايزين إن هم ينفصلوا عن الدولة الفاطمية، فأرسلت جوهر الصقلي إلى مصر. اللي قدر ونجح إن هو يزيل سلطان الإخشيديين والطولينيين من مصر، ومصر أصبحت تابعة للدولة الفاطمية. وطبعا الدولة الفاطمية كانت بتمر بمراحل ثلاثة. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة القوة، والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الاستقرار، وبعدين مرحلة السقوط والتدهور والضعف. الدولة الفاطمية، أنا تاني هأكد على المعلومة اللي أنا قلتها من شوية، إنها امتدت غربا من إفريقيا، وإفريقيا كانت بتطلق على تونس، حتى البحر الأحمر شرقا. وبهذا أصبحت مصر منافس خطير جدا للخلافة الفاطمية. لم تكن حملة جوهر الصقلي زي ما أنا قلت هي أول الحملات أو التي اتجهت إلى مصر، ولكن كان في ثلاث حملات ولم تنجح في الحصول والاستيلاء على مصر، ولكن القائد جوهر الصقلي استطاع ان هو يستولى على مصر. وزي ما انا قلت انها هي مرت بثلاث مراحل: التأسيس والنظام والاستقرار، ثم مرحلة القوة، قوة الخلافة الفاطمية، ثم الضعف. احنا عرفنا او لازم ان احنا نعرف الاول مرحلة التأسيس اللي هي اول مرحلة، اللي هي كان فيها حكم جوهر الصقلي. حكم جوهر الصقلي قعد ثلاث سنين في مصر، وقدر ان هو يكون عاصمة في مصر للدولة الفاطمية، واختار الفسطاط اللي هي موقع الفسطاط علشان يكون عاصمة للخلافة الفاطمية. وكان بيهيئ مصر علشان يجي أول خليفة للفاطميين اللي هو الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. المعز لدين الله الفاطمي استطاع ان هو يأتي الى مصر بعد ان دعم ملكه في مصر جوهر الصقلي، واستقرت الخلافة وانقطعت تماما تبعية الخلافة الفاطمية، الدولة الفاطمية، عن الخلافة الفاطمية تماما، انفصلت عنها، واصبحت هناك حكومة قوية بيحكمها المعز لدين الله الفاطمي. وقدر ان هو يغير في كل المظاهر اللي كانت موجودة في مصر، وهذه المظاهر اللي هي الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وقدر ان مصر دهية يعملها مقر للخلافة الفاطمية ومركز للدعوة الفاطمية. وهو طبعا زي ما احنا عارفين ان هو بسط نفوذه على المغرب وعلى مصر وعلى الشام، حتى حلب والحرمين، مكة والمدينة. احنا كده خلصنا الجزء الاولاني اللي هو مرحلة الاستقرار والنظام والامن. بعد كده اللي هو كان اول خليفة واهم خليفة اللي هو المعز لدين الله الفاطمي. مرحلة القوة، مرحلة القوة ده هي كانت فيها كثير من الخلفاء الفاطميين، كان اولهم العزيز بالله
وكان تاني خليفة هو الحاكم بأمر الله الفاطمي، وكان ثالث خليفة المستنصر بالله. يبقى مرحلة الاستقرار هو اداني مثل ليها، واداني أهم الخلفاء وأول الخلفاء اللي هو الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. بعد كده لما اتكلم على مرحلة القوة بالنسبة للخلافة الفاطمية، كلمني على العزيز بالله أول الخلفاء اللي هو في مرحلة القوة، ثم بعد ذلك الحاكم بأمر الله الفاطمي، ثم المستنصر بالله. ثلاث خلفاء. تعالوا احنا نشوف أول واحد اللي هو العزيز بالله. هو أول حاجة عملها العزيز بالله إن هو اهتم بالبناء وبالتشييد، يعني عمل قصور زي قصر الذهب، وعمل جامع مهم جدا في مصر اسمه جامع القرافة اللي هو جامع الأولياء حاليا، وعمل قصور في عين شمس كبيرة جدا. يبقى هو اهتم بالبناء والتشييد والعمران. رقم اثنين، ان احنا لازم نعرف ان هو نجح في القضاء وهزيمة القرامطة، واهتم بشؤون الشام. بعد كده نتكلم على الحاكم بأمر الله الفاطمي، وده تولى الحكم عن أبوه اللي هو العزيز بالله. هو كان ابن العزيز بالله وكان صغير في السن، فكان فيه مشكلة في شخصيته إن هو غريب الأطوار، شخصيته متناقضة ما بين اللين والشدة، وبين الإقدام والإقحام، وبين الشجاعة وبين الجبن، اختلاف في الشخصية. وكان صغير في السن، إلا أنه كان من أهم أعماله أنه هو نشر الأمن ونشر النظام وقضى على الفوضى اللي كانت موجودة في البلاد في أوائل عهده. وطبعا بعد كده هنتكلم على المستنصر بالله، وده آخر الخلفاء الفاطميين، وده تولى الخلافة عن أبوه اللي هو الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمي. وفي بداية حكمه قدر أنه هو يسيطر ويبسط سيطرته على الدولة، ومد نفوذه إلى الشام وإلى الحجاز وإلى صقلية، واستمال القائد العباسي أرسلان البساسيري، فأقام هذا القائد الخطبة له على منابر بغداد، واستطاع أن يعيد هيبة الخلافة العباسية مرة أخرى. ولكن في أواخر المستنصر بالله وأواخر عهده حصلت الشدة المستنصرية. الشدة المستنصرية دي مجاعة، والمجاعة ده هي نتيجة انحصار مياه فيضان النيل، وده أدى إلى انتشار الكثير من الأمراض زي الطاعون. وكان بناته هاجروا مصر إلى بغداد، وكانت الحالة الاقتصادية في مصر أصبحت بسبب عدم وجود زراعة وبسبب الشدة المستنصرية، كل حاجة أصبحت في غلاء كبير جدا، وحصلت أزمة اقتصادية تسمى الشدة المستنصرية. وهو استعان بولي عكا بعد كده اللي هو بدر الجمالي، اللي هو ساعده في المحنة اللي عدت على مصر اللي هي الشدة المستنصرية. بعد كده هنتكلم، بعد ما اتكلمنا على الكلام ده، عن صور من صور المهمة اللي هي المرأة في العهد الفاطمي. انا هتكلم عن المرأة ودورها في مصر الفاطمية. احنا عندنا ست الملك هي شقيقة الحاكم بأمر الله الفاطمي، دي من اهم النساء اللي كانت موجودين في الحكم، لانها كانت ست الملك هي أخت الحاكم بأمر الله. نظرا لصغر سنه هي اللي تولت الخلافة، وبسبب قوة شخصيتها قدرت إنها هي تتجاوز الكثير من المحن والشدائد اللي كانت بتمر على الدولة الفاطمية. وتاني مثل هو الدهولي اللي هو السيدة رصد اللي هي والدة الخليفة المستنصر بالله. أول حاجة ست الملك هي زي ما احنا قلنا إن هي أخت الخليفة الحاكم بأمر الله، وتولت الحكم عنه نظرا لصغر سنه، وكانت هي اللي بتكف عن المظالم عن الناس، وكانت بتحاول إنها هي تمسك بمقاليد الحكم.
الحكم حتى يكبر شقيقها اللي هو الحاكم بأمر الله الفاطمي. أما المرأة الثانية هي أم المستنصر اللي هي كانت بتسمى السيدة رصد، وكانت بتلقب بألقاب كثيرة جدا، مولاتنا والسيدة والملكة، وتولت الحكم برضو عن لأن كان المستنصر صغير السن، كان طفل لم يتجاوز 7 سنوات، وكانت بتستطيع أنها هي تمسك بمقاليد الحكم عن طريق أنها هي قدرت أنها هي تنهض بالبلاد في صغر سن المستنصر بالله، وقدرت أنها هي تتدخل بشكل واضح كبير جدا في تعيين الحكام والوزراء ومساعديها. بعد كده مرحلة الضعف، ضعفت الخلافة الفاطمية بسبب الدسائس والمؤامرات، وكانت من أهم الصراعات الصراعات بين الوزراء على الحكم. كان في وزيرين معروفين جدا، شاور ودرغام، كانوا دايما بيتصارعوا على الحكم. أول واحد اللي هو نتيجة الصراع بين شاور ودرغام لجأوا للاستعانة بالقوى الخارجية في بلاد الشام. استعان شاور بنور الدين محمود، واستعان درغام بملك بيت المقدس وكان يدعى باسم عموري. بعد كده محاولات الصليبيين للقضاء على الدولة الفاطمية، طبعا احنا عارفين ان دار صراع كبير جدا بين نور الدين محمود بقيادة اسد الدين شيريكو وابن اخوه صلاح الدين الايوبي، وكان دارت صراعات بين نور الدين محمود وبين ملك بيت المقدس عموري، ولكن فضلوا الصراع ده موجود، وحصلت معارك بينهم كبيرة جدا في بلبيس وفي الإسكندرية، انتهت في الآخر بانسحاب عموري وضياع حلم الصليبيين في الاستيلاء على مصر. وتمركزت قوات نور الدين محمود في مصر، وولى الخليفة الفاطمي اللي هو الوزارة الوزارة بعد الوفاة الخليفة آخر الخلفاء لأسد الدين شيريكو. بعد وفاة أسد الدين شيريكو تولى على طول، وكان صلاح الدين الأيوبي موجود هو اللي مسك الخلافة. وطبعا احنا عارفين ان صلاح الدين الأيوبي وحد الدولة الأيوبية، لأن صلاح الدين الأيوبي قضى على الدولة الفاطمية وعمل دولة جديدة تسمى الدولة الأيوبية اللي هي وحد فيها البلاد الإسلامية، وأطلق على صلاح الدين السلطان الناصر صلاح الدين، وبذلك يبدأ عصر جديد اللي هو العصر الأيوبي اللي احنا هنتكلم فيه الدولة الأيوبية والمماليك في الحصة القادمة إن شاء الله. أشوفكم على